نعطيكم حاجة يا ناس، وكل واحد فيكم اللي راه في الرذائل، واحد يشتم، واحد يسب في الله عز وجل، واحد يدير الذنوب والمعاصي، واحد يضيع في الوقت، واحد في اللهو. مقامك حيث أقامك، هذاك واش تسوى عند ربي سبحانه وتعالى، هذاك واش تسوى عند ربي سبحانه وتعالى. اللي راه في مقام مليح يا أحبة رسول الله، يقول الكلام الطيب ويدير الخيرات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مقامك عند الله هذاك هو. واللي يغتاب ويشتم ويسب الناس ويضحك على الناس ويستهزئ بالناس ويظلم الناس، ذلك واش تسوى عند ربي؟ مكتوب عند الله من الظالمين المستهزئين. هذا مقامك حيث أقامك، الشيء اللي راك تدير فيه الآن هذاك مكانتك عند الله عز وجل. كل واحد منكم يحاسب نفسه يا أحبة رسول الله. مقامك عند الله حيث أقامك في الدنيا. واللي بيع الخمر وش مقامه عند الله؟ مقامه في الدنيا راه ذليل، عند ربي راه ذليل. اللي يغتاب الناس هو ذليلهم في الدنيا، شكون اللي يقبل يغتابوه؟ شكون منكم يقبل يغتابوه؟ ما يقبل حتى واحد. وكي يغتابك واحد تقول راه ذليل، هذاك مقامه عند الله هو ذليل. نعم، مقامك حيث أقامك. باش كل واحد منكم يا ناس يحط روحه في المكان اللي حب يكون عند ربي فيه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. مش أنت نهار كم أنت تغتاب وتظلم في الناس وتقول أنا يشتيني ربي، ها أنت العبد وما شكش. العبد يا أحبة رسول الله، وقال لك هذا خلق سيء ما يحبوش ربي، فما بالك بالله رب العالمين. أنت تؤذي جارك فكيف يحبك الله عز وجل؟ لا إله إلا الله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. سيدنا إدريس كان كل ما يخيط يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال له الله، وش قال له ربي؟ قال له يا إدريس أتدري لماذا رفعتك مكانا عليا؟ قال الله ورفعناه مكانا عليا. سيدنا إدريس ساكن في السماء الرابعة، النبي في رحلة الإسراء والمعراج جاء طالع لحق للسماء الرابعة لقى إدريس عليه السلام. قالوا يا إدريس أتدري لما رفعتك مكانا عليا؟ تعرف علاش عليت لك المرتبة نتاعك؟ فقال لا أدري يا رب. فقال له يا إدريس لأنه اسمع بعد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقضى الوقت، يرتفع إلي من عملك كل يوم مثل نصف أعمال أهل الدنيا من كثرة الذكر. قالوا هذو أهل الدنيا كل رام يخدموا ويجريوا. قالوا أنت أهل الدنيا كامل، نصفهم الأجر تديه أنت لأن ذكرك كثير. سيدنا إدريس لا تصبر هالثواني، تسمع على سيدنا إدريس في ثواني. كعب الأحبار يقول لابن عباس، ندي من عندكم دقيقة سلفوها لي ونرجع لكم في الدرس تاع الليل اللي حيانا ربي نكمل بدقيقة قبل، تقبلوا؟ خلاص معليش هكذا باش ما تقولوش راكم ظلمتوني. اسمع، سيدنا كعب الأحبار يقول لابن عباس، يقول له أتدري تفسير قول الله ورفعناه مكانا عليا؟ هذه ورفعناه مكانا عليا يتكلم ربي على إدريس، ورفعناه مكانا عليا. إن إدريس كان عنده صديق، هذا كعب الأحبار يقول لابن عباس، قال له إدريس عليه السلام كان عنده صديق، بصح وش من صديق؟ وأي صديق يا أحبة رسول الله كان عنده؟ كان عنده صديق من الملائكة. هذا الصديق من الملائكة سأله إدريس، قال له قداش بقى من عمري؟ فقال لا أدري. ماذا حدث بعد ذلك يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الملك حمل سيدنا إدريس على جناحه، طلعوا، قال له اطلع. الوقت ضيق والكلام شيق، نترك البقية إن شاء الله إلى درس الغد إن قدر الله البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقينا مع سيدنا إدريس، مع الملك، مع قول الله ورفعناه مكانا عليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاكم سلفتوا لي حتى دقيقة باش نتفاهموا، هاي سيفو، ما تسالوني ما نسالكم عند ربي.